عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم صحة والعافية. وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناتي صحتي في حميتي بدون جلوتين. كنرحب بجميع أوفياء القناة. اليوم كما لاحظتوا في العنوان، غادي نقدم لكم أوراق الأرز اللي هي حصرية على قناتي. بالنسبة للأشخاص اللي كيطلبوا مني وصفات بدون دقيق مصنع، فهاد الورقة هذه كتجي ممتازة جدا ومقرمشة وصحية في نفس الوقت، لا فرق بينها وبين الورقة العادية. وكما غتشوفوا بأننا غنستعملوا فيها فقط مقادير بسيطة اللي هي عبارة عن دقيق الأرز والماء، وغادي نحصلوا على نتيجة رائعة جدا. بقوا معايا لنهاية الفيديو. فبسم الله على بركة الله، أول شيء غنعدو مع بعض حشوتين مختلفتين اللي غادي نديروهم في هاد أوراق الأرز. وهاد الحشوتين هذه سهلة جدا. كما كتعرفوا بأن الحشوات خصنا دائما نوجدوهم مسبقا قبل ما نعدو الورقة، لأنهم كيحتاجوا واحد الوقت باش يبردو عاد نوضعوهم في الورقة ديالنا باش ما تقبش لنا. غادي نستعمل فيها كما كتشاهدوا مكونات يعني بسيطة ولكن كتجي لذيذة. غنستعمل فيها يعني السبانخ اللي قطعتهم على هذا الشكل. هذا عندي هنايا الجبن المفروم طبعا خالي من الجلوتين، وعندي هنايا ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، وعندي هنايا الكفتة خليت فقط القليل 150 غرام، وعندي هنايا البوارو حبة اللي قطعتها الى قطع صغيرة. وبالنسبة للتوابل كتبقى على حسب الذوق. انا استعملت هنايا بقدونس مفروم، زنجبيل، مع القليل من البابريكا والملح والفلفل الاسود. هاد الحشوة هذه كتجي لذيذة جدا، نصحكم تجربوها. نشوفوا كيفاش غادي نحضروا هاد الحشوة هذه. غادي ناخذوا واحد المقلاة غادي نذوبوا فيها هذيك الزبدة، بعد ذلك غادي نوضعوا دوك السبانخ وغنديروا عليهم رشة من الملح والقليل من الفلفل الأسود، وغادي نخليو الأوراق تيدبلوا لنا فوق المقلاة ونزيلوهم من فوق النار ونوضعوهم جانبا. بعد ذلك في نفس المقلاة غادي نديروا الزيت، وبعد ذلك غنديروا هذيك حبة البوارو اللي قطعتها قطع صغيرة مع التوابل بالكامل، وغادي نخليو هاد الشيء يتقلى فوق النار قليلا. وبعد ذلك غادي نضيف لها اللحم المفروم. دائما كنفضل نضيف قليل من زيت الزيتون باش يعطي واحد النكهه خاصه. هنايا تنضيف التوابل والبقدونس مفروم. كنمزج المكونات مع بعض جيدا، وهاد الخليط هذا غادي نضيف ليه هذاك السبانخ اللي حضرنا من قبل، وصافي ها هي الحشوه ديالي جاهزه. والان نمروا مع بعض لتحضير الحشوه الثانيه. سنحتاج لها هنايا البصل المفروم، بقدونس، كفته، والزيتون المقطع الى شرائح. بالإضافة إلى الفلافل الألوان والجزر المبشور. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاج فيها كما كتشاهدوا، غنحتاج فيها الزنجبيل، البابريكا، الملح، فلفل أسود، كركم، والقليل من القرفة أو الدارسين. وهنا فقط للتزيين درت هاد النجوم هادو بخضر. المهم هنا في مقلاة كنحطو زيت الزيتون والفلافل الألوان والجزر المبشور، وكنوضعو معاهم أيضا البصل. كنقليو المكونات جيدا مع بعض. ومن بعد كنضيف واحد رشة ملح ورشة فلفل أسود. من بعد ما كيتشحروا لنا مزيان فوق النار غادي نوضعوا لهم الزيتون المقطع والكفتة، وبعد ذلك اخر حاجة كنضيفوا التوابل والبقدونس. والان الحشوة جاهزة.
بعدما اعددنا الحشوات مع بعض كنخليوهم جانبا يبردوا وكنمروا باش نحضروا اوراق الارز. بالنسبه لهذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا فيها كاس ونصف من دقيق الارز، الدقيق اللي كيكون يعني املس ما يكونش خشن كما كتلاحظوا، هذا الدقيق يعني مصنع منزليا. وغادي نحتاجوا معاه 250 مللتر من الماء، ما غادي نحتاجوا في هذه الوصفه لا ملح لا زيت، يعني فقط غنكتفي فقط بدقيق الارز والماء. غناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نضيفوا الماء، وبعد ذلك غادي نضيفوا ليه دقيق الارز كاس ونصف. نتوما الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوهم، وكنخلطوا الكل جيدا تيولي عندنا واحد الخليط يعني كيكون سائل. كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال الخليط، كيكون سائل يعني جدا، هذا هو القوام يعني المضبوط باش تنجح لكم. يعني كناخذوا واحد بحال حمام مريم يعني فوق البخار، وكنحاولوا نطهيو فيه هذوك اوراق ديال الارز. وكما كتلاحظوا انا كنوزعهم في المقلاه بشكل متساوي يعني واحد الطبقه رقيقه يعني تقريبا كشكل الكريب، يعني ما كنستعملوش الفرشات يعني اوراق البسطيله العاديين. هنا كاينه طريقه مختلفه، كنديروا كطريقه الكريب ولكن ورقه كتكون رقيقه جدا باش كتنجح معكم وكيسهل عليكم الطي ديالها. كما كتلاحظوا هنايا فاش الجوانب ديالها كيبداو يتنزعوا وحدهم، كنزولوا المقلاه من فوق النار وكنزعوا هذيك الورقه يعني بسهوله كما كتلاحظوا. وانتم غديروا الحشوه اللي كتحبوا، انا استعملت الحشوه اللي كنت يعني مسبقا شاركتها معكم فيها الكفته والخضار، وعندي ايضا الحشوه ديال السبانخ واللحم المفروم. وكنحاول نطوي على شكل سيجار وكنلف. بالنسبه للجوانب يعني ما تخافوش يعني ما نحتاجوش دقيق وماء اولا يعني بيض اولا شي حاجه باش نلصقوا الجوانب، كيلصقوا لوحدهم. هنا كنعيد لكم العمليه كيفاش كنحاول نبسط ورقه الارز بهذا الشكل هذا، ما كنديرش الكثير من الخليط، كنحاول نصب فقط القليل وكنحاول نوزعه بشكل متساوي باش تنجح لكم وتجي الورقه رقيقه. يعني الا غلطتوا الورقه ديال الارز يعني ما غتنجحش لكم وغادي تكسر لكم، فمن الافضل تبعوا نفس الخطوات ان شاء الله باش تنجح لكم. يعني كما كتلاحظوا مجرد ما كيبداو الحواشي كيجفوا من الجوانب كيسهل علينا يعني نزعوها من فوق المقلاه. ودائما كنقلبوا ورقه الارز من بعد ذلك كنوضعوا فيها الحشوه، يعني كنوضعوا على الوجه الاخر هو اللي كنديروا فيه الحشوه. واحد الملاحظه بالنسبه للحشوه، ما ننصحكمش ديروا بحالي يعني ديروا حشوه كثيره في الوسط، يعني تقلوا فقط ديروا واحد مقدار قليل، يعني بحال ديروا غير ملعقه صغيره من الحشو وتلفوا، لان فاش كندخلوهم الفرن ولا كانت الحشوه يعني كثيره كيبدا تخرج لنا الحشوه من الجوانب. يعني هذه فقط كملاحظه، ما تكتروش الحشوه. بالنسبه لي انا ضعفت المقادير لانني يعني عملت واحد حشوتين مختلفتين، يعني المقادير عاديين كتضعفهم، يعني 3 كؤوس من دقيق الارز ونصف لتر من الماء، كيبقى على حسب نتوما شحال دايرين ديال الحشوه. كما كتلاحظوا هذه الورقه هذه يعني ناجحه 100% وفقط بدقيق الارز.
وفي نفس الوقت كتجي صحيه جدا. وحنا غنطهيوها فقط في الفرن، ما غنستعملوش الزيت للقلي. هنايا درت الحشوه الثانيه ديال السبانخ مع اللحم المفروم، وكنلف. من الافضل ديرهم فقط هكذا على شكل لفائف، يعني ما ديروهمش على شكل سمبوسه او يعني مثلث او بريوات. من الافضل ديرهم على شكل هكذا، تلفوهم رول، حيت هذا هو الشكل يعني اللي كيجي انجح في هاد الاوراق ديال الارز. هنايا بعد ما انتهيت الكميه ديال يعني اوراق الارز وحشيتها بالحشوه، تلاحظوا بانني درتها في انيه ديال الفرن اللي دهنتها بالقليل من الزيت، وبعد ذلك غادي ندهن الوجه ديالهم بالقليل من الزبده المذابه باش ياخذوا لينا داك اللون الذهبي الجميل. تقريبا كياخذوا لينا في الفرن مده 30 دقيقه، والفرن كنكونوا دايرين النار من الاسفل ومن الفوق في نفس الوقت. وهذا هو الشكل النهائي ديال لفائف الارز، او غادي نسميهم سيجار بورقه الارز. كيجيو رائعين جدا، وكما لاحظتوا بالنسبه لفاش كثرت الحشوات في بعض يعني هنايا اللفائف، كما كتلاحظوا خرجت لي الحشوه. يعني داكشي علاش نصحتكم ما تكثروش الحشوه في الداخل، من الافضل باش يجيكم يعني الشكل ديالهم جميل جدا. بالنسبه للقرمشه غادي تسالوني عليها، كيجيو مقرمشين، سمعوا الصوت. واحبائي كان هذا هو النهايه ديال الفيديو، نتمنوا يكون نال الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم. ما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم اسفل الفيديو، ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. اترككم في امان الله، والى اللقاء.